طب يا رجاله، احنا عدينا مرحله، في مرحله جايه اصعب. انتوا دلوقتي وصلتوا نص نهائي، براهن عليكم ان انتوا، وقلت لكم من اول يوم انتوا احسن مجموعه متجمعه مع بعض. ضيف الحلقه توجه للفريق عشان يهنيهم وعشان يختار افضل لاعب اللي هيشيل الشاره الذهبيه. شرفنا كابتن شناوي، خليكم الف مبروك. خلاص النهارده تفرحوا، بكره بقى تبداوا تدريبات والماتش اللي جاي كده. فكروا في الماتش اللي جاي بس، فكروش في النهائي، فكروا في النصف النهائي على طول. طيب دلوقتي فقره الشاره. ايمن انت كان معاك الشاره، فاديها لي كده. قوم وقف. طيب قوم وقف. انت كنت كده كده مكمل وهتلعب نصف نهائي، بس هتلعبه مع زمايلك عشان كسبت. عاش. وهتجيب جول امتى؟ هتجيب جول امتى؟ ايمن الماتش الجاي. الماتش الجاي ماشي. ماشي. طيب دلوقتي الشناوي محتاجين منك ثلاث لعيبه، احسن ثلاث لعيبه انت شايفهم في الماتش. وهتلبس واحد منهم الشاره الذهبيه، ده هيضمن نلعب النهائي كده كده ان شاء الله مع فرقته. لو قدر الله ما تقولش، ما تقولش، لو قدر الله ما تقولش كده كده ضامن ان شاء الله يبقى مع فرقته ان شاء الله. دي الشاره معاك احسن ثلاثة. 11. الشناوي رشح ثلاث لعيبه، هم اسماعيل يحيى وزياد يحيى وعيد عبد الفتاح. دول النهارده الثلاثه اللي يعني كانوا عاجبين النهارده، بس الفرقه كلها كانوا كويسين. موضوع انا بالنسبه لي احسن حد في المجموعه هي الفرقه، واللي هياخد الشاره النهارده هيبقى عيد. واستقر في النهايه على انه يديها لعيد عبد الفتاح اللي بيضمن انه يلعب المباراه النهائيه. في الماتش النهارده اللي انا اتفرجت عليه كان رقم 6 كان مميز، ورقم 11 كان مميز، ورقم 10 كان مميز. اللي انا اديته الشاره الذهبيه رقم 10. بالنسبة لي رقم 10 كان كويس عشان كان بينزل يعني بيدافع مع الفرقة وبيهاجم في نفس الوقت، يعني كان ملتزم في الاثنين. ثانيا في التلت الأخراني كان بيباصي مع الفرقة، والتلت الأخراني اللي عند الجون الفرقة التانية كان عنده حلول، ودي حاجة يعني قليلة جدا. يعني دي أنا شفتها النهاردة في رقم 10 كويس جدا. الحمد لله إن إحنا كسبنا يعني، وان شاء الله يعني هنكمل بنفس الفرقه في النهائي وناخدها ان شاء الله. كابتن طارق، انتوا اكتر فرقه بصراحه من كل الفرق اللي شفتها اتطورت من دور المجموعات لدور الثمانيه، اكتر الفرقه كانت متنشنه ومتوتره، فبصراحه برافو على الشغل وبرافو عليكم كلكم، والله عظيم. برافو عليكم، برافو. يلا خش. لا 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 مش دلوقتي. انا ما بحتفلش الوقت، بس ولا اما فريق مصعد نور فكان الحزن هو اللي سايد بين اللعيبة بعد ما تأكدوا من توديع البرنامج والبطولة. بس يا جماعه محدش يزعل، ارفع راسك كده فوق، مفيش مشكله. خلاص هي دي الكوره زي ما قلت لكم. هارد لك طبعا ليك كلكم. كابتن طارق، في ثلاث لعيبه منكم هيكملوا في الماتش قبل النهائي مع فرقه كابتن طارق السيد. اول واحد طبعا هو اللي معاه الشاره الذهبيه من الماتش اللي فات، لكن لسه في ثلاث فرص لثلاث لاعبين من فريق مصعد نور انهم يكملوا مشوار البطوله مع الفريق الفائز. اول المنتقلين بيكون بشكل تلقائي، وهو اللعيب اللي اخذ الشاره الذهبيه في اخر ماتش لفريقه، هو ايمن علي. طارق السيد
كان لازم يختار 2 لعيبة لتدعيم صفوفه. مدرب فريق حمادة مام اختار المهاجم محمد حماد. بعدها كان معاد التوأم مع اللحظة اللي ما كانوش عايزين يوصلوا لها. وفين التوأم اللي هنا يا رجالة؟ أنا معجب بواحد فيكم. تعال. الموقف الصعب بالنسبة لي إن هما 2 توأم وإخوات، وأنا بختار المجبر إن أنا أختار واحد لأن أنا مقتنع بواحد منهم، والتاني برضو لعيب كويس، بس أنا عندي قانون لعبة إن أنا لازم أختار 3، فأنا بوزع 3 حسب المراكز اللي عندي واللي أنا محتاجها. الحمد لله طبعاً إن أخويا راح في الفرقة اللي هتكمل، وأنا مبسوط لأخويا جداً إن هو هيكمل وهيشارك في المباراة. بس ده درس برضو للولاد إحنا بنحاول ندهولهم، أنتوا توأم، أنتوا عايزين تلعبوا مع بعض في كل حتة، إنما ممكن الأقدار تبعدكوا عن بعض. دقيقة حتى في آخر الشوط التاني ممكن أثبت وجودي فيها، أهم حاجة إن أنا ألعب وأدي برجولة. تواصلتوا هنا المرحلة كويسة دلوقتي وخلاص، فكر بقى في بكرة جاي إن شاء الله. الكرة فيها كده، فيها مكسب وخسارة يعني. تمام، بس أهم حاجة تعلموا بس من اللي حصل ونتمرن كويس، والفترة الجاية تمرين أكتر، وإن شاء الله ربنا يكرمكم كل الموسم الجديد إن شاء الله. توفيق يا رجال. توفيق يا رجال. توفيق. يلا شكرا. يعني كنا نتمنى ان احنا نبقى يعني نكمل المشوار مع بعض. بقول لهم يعني حدش يزعل، هي دي الكوره. انا حبيتهم جدا يعني، بعتبرهم زي اولادي. هم لعيبه كويسه ولعيبه يعني لهم مستقبل ان شاء الله في الكوره المصريه. سامي وعد ان اجيب لك البطوله، انا بلعب باسم انا وانت بس، وهنجيب البطوله ان شاء الله. جت لحظه الوداع الاخيره لفريق مصعب نور اللي خلاص بيغادر معسكر كابيتانو مصر بعد شهور قضوها في البرنامج. شهور عاشوا فيها مشاعر كتير مش سهل ينسوها.